تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين. هذا وقد نجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. جهود أمنية متواصلة للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 تشكيلات عصابية بالبحيرة والإسكندرية والغربية والقليوبية والشرقية لقيام عناصرها بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط 9 تشكيلات عصابية بالدقهلية وسوهاج والمنيا ودمياط لقيام عناصر تلك التشكيلات بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي وبحجم تعاملات بلغ طبقاً للفحص المستندي أكثر من 18 مليون جنيه. عناصر التشكيل تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين نجحت الإدارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والدقهلية والإسكندرية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على ما يقارب 12 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مشروعات متنوعة مقابل أرباح شهرية لم يلتزموا بسدادها لهم ورفضوا رد المبالغ المستولى عليها. كما نجحت مديرية أمن القاهرة وفي الاتجاه ذاته في ضبط تشكيل عصابي قام بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم بإحدى شركات خدمات السيارات مقابل أرباح سنوية ولم يلتزموا بسداد الأرباح كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما نجحت المديرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة في ضبط مالك إحدى الشركات متهم في 45 قضية نصب ومحكوم عليه في 95 قضية بإجمالي 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه لقيامه بالحصول على قروض بنكية وتعثر في سدادها ما أدى إلى الحجز على مشروع سكني خاص به وتحصله على مبالغ مالية من ضحاياه مقابل التعاقد على شقق سكنية بالمشروع رغم الحجز عليه. وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية وبحوزة عناصره الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في التزوير وأوراق وأختام مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية. كما نجحت مديرية أمن القاهرة وفي الاتجاه ذاته في ضبط تشكيل آخر يقوم عناصره بتزوير المحررات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتم ضبط المستندات المزورة ومواد وأدوات التزوير. الإدارة تمكنت وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مسؤول محلق قطن ومسؤول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان بالغربية لقيامهما بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من أحد البنوك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك تفيد بوجود كميات من الأقطان مودعة بالمحلج على غير الحقيقة كضمان للحصول على هذا المبلغ كقرض والاستيلاء عليه ما أضر بأموال البنك.